احنا اليوم تواجدنا للمحكمة ان شاء الله الرحمن الرحيم غناخذوا حقنا ان شاء الله بفضلكم انتم الصحافة مشكورين انتم الاولين اولا اللي واجهتوا هاد القضية ديال هاد البنية والناس مسؤولين عرفوا هاد الشيء وما عجبهمش هاد الشيء وهاد الحكم اللي داز ان شاء الله دابا هاد الحكم ان شاء الله البنية غتاخذ حقها ان شاء الله هادي وكنشكروكم وكنشكروا المغاربة كاملين داخل المغرب وخارج المغرب وجمعيات ومنظمين ومحققين كلهم مشكورين اللي ما قلتش السميه ديالهم يسمحوا لي كاملين عزازين علينا 13/4 ان شاء الله شاهده كرا وحده معاهم الشركه معاهم ما جات. كيفاش كتواجه هذيكم مع المتهمين؟ اليوم مزيانه فرحت من شفت المغاربه خوتي وقفوا معايا وتناظموا معايا اليوم الحمد لله نفرح فرحه وبكيه ان بان لي الضوء بان لي الضوء بان لي الضوء في حق بنتي ان شاء الله تاخذ حقها هي وولدها مشكورين هذا المنبر كاملين داخل المغرب وخارج المغرب قال لي كيعرف محمد ومشكورين كاملين جمعيين صحافيين دراكيين محققين وكل شيء مشكور من هذا المنبر كلهم وقفوا معنا قضائيين كل شيء ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الشديد في القضيه هو انه الملف اليوم تعرض على انظار محكمة الجنايات استئناف ديال الضحية القاصر اللي كلكم والرأي العام الوطني تبعها واللي هي كتتعلق بالقضية ديال الاغتصاب الجماعي لطفلة في نواحي مدينة الرباط بمدينة تيفلت. نادى السيد رئيس غرفة الجنايات على المتهمين، نادى كذلك على الضحية والأب ديالها وحضرت وتنصبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على الضحية بمعية العديد من الزملاء والزميلات من مختلف المدن المغربية. بطبيعة الحال الدفاع المتهمين طلب مهلة لإعداد الدفاع، الملف تأخر قصد إعداد الدفاع المطالبين بالحق المدني واستدعاء الشاهدة اللي كانت حاضرة للوقائع والجرائم ديال الاعتداءات الجنسية وتأخر الملف إلى جلسة يومه 13/4 أي الخميس. تواجدنا اليوم أمام قصر العدالة محكمة الاستئناف بالرباط في أولى جلسات قضية الطفلة سناء اللي تعرضت لصبحت قضية الرأي العام مؤخرا واللي سبق له تعرضت لاعتداءات جميع أنواع الاعتداءات الجنسية من هيك عرض من اغتصاب من تغرير من تقصير واللي تحكم للأسف ابتدائيا بأحكام جد مخففة في حق الجنات. احنا أمام محكمة الاستئناف جينا كمجتمع مدني، جينا كجمعية مغربية حقوق الضحايا بجميع المكونات ديالها من أجل الترافع لصالح الطفلة ومن أجل رد الاعتبار ديالها ورد يعني الحق ديالها كوحدة أو كضحية لهذا الاعتداء. القضية ديال الطفلة ديال تيفلت اللي تم الاغتصاب ديالها من طرف ثلاث اشخاص، هذا الاغتصاب اللي نتج عليه حمل، والمساله ما كتعلقش باغتصاب فقط وانما باحتجاج واغتصاب طفله قاصره لا يتعدى عمرها 11 سنه اللي بالطبع لا زالت في مرحلة الطفولة وتغتصب منها هذه المرحلة التي من المفروض أنها تعيش بواحد الظروف مناسبة للسن ديالها. اليوم احنا تم الطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة ديال الاستئناف. كيف شفتوا أنه الجمعيات اللي هما حضروا جمعيات مغربية منظمات جمعيات دولية اللي هي جات حضرت اليوم وتنصبت كدفاع عن الضحية. في المرحلة الاستئنافية غنحاولوا نبرزوا هاد والتأخير، طبعا تم الجلسة ديال 13/11 النيابة العامة 13 أفريل أسبوع الماجي، والنيابة العامة طلبت بالإحضار ديال السيدة اللي كانت تتربطها بيديها واللي كانت تقوم بالعمل ديال الحارسة اللي هي من المفروض كانت تكون متابعة ومدانة ماشي أنها تجي كشاهدة.